كنيستنا مليانة في التاريخ على مدار تاريخها بنماذج وطنية قوية جدا يجب أن نظهرها في كل لقاء ومع كل مجموعة من الناس نقعد معهم. لما بتقدموا النماذج اللي أنا هقولها دي هما بيبتدوا يبصوا على نفسهم بيعملوا ايه. احنا عايشين في عالم مليان شرور ومليان اضطرابات. ايام البابا يؤنس الرابع حدثت مجاعة دي 770 ميلادية، مية النيل نقصت فبدأوا يساعدوا الناس من مخازن الطعام الموجودة في الكنائس. البابا يؤنس كان بيساعد المسلم والمسيحي وتولى بنفسه حملة يحس الناس الأغنياء عشان تدي تبرعات أو من عطائها وقدم مثل يحتذى به في المواطنة. بابا تاني البابا بطرس الجولي، واللي من الجولي ومن الصعيد يعرفه في أسيوط، جاله الأمير الروسي وعرض عليه حماية قيصر روسيا جاي يحمي المسيحيين اللي في مصر. البابا رفض العرض وقال الكلمة الشهيرة: أنتم تعيشون تحت رعاية ملك يموت، أما نحن الأقباط فنعيش تحت حماية ملك لا يموت ولن يموت إلى الأبد. محمد علي سمع وكان حاكم مصر في ذلك الوقت، فقرر إن هو يزور البابا في البطريركية عشان يشكر البابا بطرس الجولي الذي أجاب على محمد علي: لا تشكر من قام بواجب نحو بلاده، ده واجبي نحو بلدي، مش منتظر منه حاجة. محمد علي اتأثر، اتكسف، مسلم تركي، قال له: رفعت اليوم شأنك وشأن بلادك، فليكن لك مقام محمد علي بمصر ولتكن لك مركبة ومعدة كمركبته، وعمل له حاجة زي اللي هو بيركبها. واخدين بالكم التعامل الطيب أدى إلى إيه؟ البابا كيرلس الرابع اللي هو أبو الإصلاح، سعيد باشا عنده مشكلة، سافر لبلاد الحبشة عشان يزيل الخلاف بين الحكومة المصرية والحكومة الحبشية. بابا كيرلس الخامس جاله المندوب السامي البريطاني والبابا برضو قال: لن نطلب حماية نحن الأقباط إلا من الله. نفس القصة مع الاحتلال البريطاني، وأدركوا قد إيه إن قوة مصر في وحدة ولادها الوطنية لم يستطيعوا الإيقاع بين أبناء المسيحيين والمسلمين. بدأوا يلعبوا على لعبة جديدة بقى: أنتم أقلية، أنتم مش مظبوطين. عائلة عبد النور وقفت جنب أحمد عرابي، دور لأفراد علمانيين، أفندية علمانيين، مش بابوات ولا أساقفة ولا رهبان. وفي ميخائيل وحنة وأثناسيوس عملوا في مينيا ساعدوا المقاومة المصرية، اتأسست جريدة قبطية باسم الوطن ترفض الاحتلال البريطاني. وفي الفترة دي اشتهرت مصر بجناحين، الهلال والصليب. في عبارة طلعت في الفترة دي: إذا كان الإنجليز يتمسكون ببقائهم في مصر بحجة الدفاع عن المسيحيين فنحن لا نريدهم ولا نحتاج دفاعهم عنا. وده اللي أكده سعد الزغلول، قال: رصاص الاحتلال عند ضرب المصريين لا يفرق بين مسلم ومسيحي. طبعا النفي كان فيه مسيحيين ومسلمين وهكذا. خش في مرحلة جديدة في القرن الماضي
البابا كيرلس السادس اهتم بوحدة المصريين مع بعض، عبر في حديثه للرئيس جمال عبد الناصر وقال إني بعون ربنا سأعمل على تعليم أبنائي معرفة الرب، حب الوطن، معنى الأخوة الحقة. ده رؤية اتقدمت، حاول العدو الخارجي يفتت هذه الوحدة. طلع الإمام حسن المأمون شيخ الأزهر مع قداسة البابا كيرلس السادس وطلعوا بيان تاريخي مشترك يؤكد تضامن المصريين جميعا في كل القضايا التي يخوضها الوطن، بيأكدوا وحدة الهدف، موقفهم معا كل ما يخص مصر والشرق الأوسط. طبعا طلعوا بيان في قضية القدس، وكان البيان ده ليه أثر مهم جدا في كل العالم. عملوا مسيرة شعبية مشوا فيها الاتنين مع بعض اعتراضا أو تعبيرا عن الرفض لما حدث من اعتداءات على فلسطين وعدوان إسرائيل على بيت المقدس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. بل أكتر من كده، البابا كيرلس السادس بعت رسالة للبابا بولس السادس بابا الفاتيكان، قال له اللي عملته إسرائيل بضم القدس القديمة إليها ده حرق أو سبب حرقة عميقة في مشاعر العرب عموما مسلمين ومسيحيين.